واحد أن يقول بأني أتولى الإمام وأنتظر الإمام ولا يبالي بما يجري في العالم. الذي يتولى لابد أن يكون عالميا، ما في واحد يسكت عما يجري في سوريا، في العراق، في البحرين، في نيجيريا، في اليمن، ما في واحد يسكت عن المظلومين. والإمام المهدي هو إمام المستضعفين. ما في واحد يسكت عما يجري من ظلامات في الأرض وهو يسعى لصناعة الدولة التي ترفع هذه المظلومية والظلامية.